أعلنت نقابة الأطباء عن تعليق الإجراءات التصعيدية التي بدأها الأطباء العاملون في وزارة الصحة. وقال نقيب الأطباء علي العبوس إن تعليق الإجراءات التصعيدية جاء عقب بوادر إيجابية من رئيس الوزراء ووزير الصحة للتجاوب مع مطالب النقابة. وأضاف العبوس أن النقابات الصحية ستلتقي الخميس المقبل مع رئيس الوزراء لبحث مطالب الأطباء. وكان الأطباء العاملون في وزارة الصحة نفذوا وقفة احتجاجية لمدة ساعتين في مرافق وزارة الصحة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا مع استثناء الحالات الطارئة. اعتصام الأطباء بكافة محافظات المملكة لم يلتزم به العديد من الأطباء خلافا لما دعت له النقابة. تطمينات حكومية قدمتها لنقابة الأطباء استمرت لأشهر دون جدوى. إجراءات تصعيدية تمثلت بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين استثنت منها الحالات الطارئة والحرجة. راجعنا وزارة الصحة معالي الوزير من حوالي سنتين عدة مرات وعدة لقاءات وعدة حوارات تتلخص في تحسين البيئة الوظيفية لأطباء وزارة الصحة، لكن خلال آخر سنتين ما تم أي شيء على أرض الواقع. نقابة الأطباء تمسكت بمطالبها المتمثلة بانعدام المواعيد الثابتة لامتحان القبول في برامج الإقامة وتأخير المباشرات للناجحين وابتعاث أطباء من خارج الوزارة لعمل اختصاص على نفقتها في المستشفيات الجامعية وزيادة التعيينات وقيمة الحوافز وإنصاف المقيمين المؤهلين والحوافز للعاملين في المناطق النائية والبعيدة. احنا المفروض انه القانون انه احنا بنشتغل 45 ساعة بالأسبوع، في بعض الأقسام وصل هذا الرقم ل 90 ساعة وحتى 100 ساعة بإضافة المناوبات، يعني إذا ضفتها المناوبات الليلية للأطباء المقيمين، وهي لازم تنحل. ولوحت النقابة بالتصعيد والتوقف عن العمل يوم الأحد المقبل لمدة 4 ساعات إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة ما لم تستجاب مطالبها. تأتي القرارات التصعيدية من قبل نقابة الأطباء بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم والتي تأتي بالنفع عليهم وعلى الخدمة الطبية. زيد الخليفات من مستشفى البشير، المملكة.